بدأنا شركة صلابة في عام 2023 بمساعدة إدارة المدرسة، وهي شركة صلابة هدفها الأساسي بناء النفع من وسط الضرر عن طريق استغلال أشجار المسكيت الضارة بتحويل ضررها إلى فائدة عن طريق تصنيع أرضات خشبية من أخشاب. شاركنا في مسابقات ومعارض عديدة، ومنها مسابقة إنجاز عمان. طبعاً مسابقة إنجاز عمان تعتبر مسابقة الأبرز في مجال ريادة الأعمال في السلطنة، وبحمد الله تكلت جهودنا بالنجاح وفزنا بأفضل منتج مستدام في هذه المسابقة. في المقاطع ظهر معنا خط الإنتاج واللي هو يمر بعدد من المراحل، منها تقطيع الأشجار وإضافة مواد عليها لزيادة الجمالية. نعم، وفي المستقبل نطمح لزيادة الإنتاج فيها والمنتجات، لأن حاليا نحن مركزين على الأرضيات الخشبية فقط، فإن شاء الله في المستقبل يكون في منتجات أخرى. من هذه المشاركات استفدنا أول شيء خبرات كثيرة ممكن أنها تفيدنا في المستقبل. أيضا من هذه يعني المشاركات اللي شاركنا فيها اكتشفنا حتى يعني مواهب وقدرات كنا احنا يعني ما كنا نعرف أنها موجودة عندنا.